خير يا مصطفى؟ فرح رح تصير تساعدنا. ما في حدا بكل تشكيلات استخباراتنا عنده معلومات عن تشكيلات الأخوة أكتر منها هي. طيب بركي كان أخوها عم يفكر نفس الشي اللي عم تفكر فيه، يعني قدر يزرعها بيناتنا لتعرف كل المعلومات عن استخباراتنا. يعني قصدك تقول عن جلال؟ لو سمحتوا انتوا انتبهوا على شغلكم. جلال هو يلي قتل داود باشا، يعني قتل أبوها. جلال يلي حطت المسدس براسه لما كنا عم ننقذ الأولاد. مصطفى، اللي انت واثق فيها يا أخي؟ طيب يا شباب، مثل مو شايفين شغلتنا صعبة كتير، لازم نفتح عيوننا منيح ونلحق أي شيء ممكن إنه يوصلنا للحقيقة. طيب يا باشا، أنت تابع الموضوع وأنا رح روح شوف الأمير محمد قبل اجتماعنا مع جلالة السلطان. فرح بأمانتك يا علي. شو؟ لهالدرجة ما بتتحمل وجودي سيد علي؟ شكراً لك. اليوم عنا اجتماع مع جلالة السلطان، يمكن ياخذ قراره بخصوصك. في شيء أخير حابب تقوله؟ أنا قلت كل شيء عندي يا مصطفى، وما بدي أي شيء غير إنه تتحقق العدالة بهالقضية. محمد أخي، أخي ليش عذبت حالك وإجيت لهون؟ أي عذاب يا محمد؟ ليش معقول اتركك يا أخي بهي المحنة لحالك؟ أنت وقعت بظلم كبير يا أخي. مزبوط كلامك، هي محنة، بس الحمد لله ما فيها أي ظلم.